لك شو في شبك؟ شو جابك لهون؟ مريم هربت يا شريف. شو؟ وين تتهرب؟ ما بعرف، امشي نشوفها. يلا امشي. يا كل وقتك وقت بنتك. ما بعرف. روحي الدنيا على السيارة. امشي. طيب شايفتيني عم تطلب، اتركيني بحالي. هلا انت على طول بتلاقي شيء تشتغل فيه، خلينا نعرف نقعد نتفرج. تعرفيني بحب الترتيب. منو ها؟ اقعد انت انا بشوف. علمتي مريم؟ يا أبي ياسين الله يرضى عليك، بتنزل على باب بيت أبو محمود بتلزق لي إذنك على الباب، أول ما بتسمع حس حدا جوا بتجي بتخبرني. ماشي يا أبي. ياسين لا تدبر قلبي، روح ركبني روح. عجبتك الفضايح؟ لا فضايح ولا شيء. قلت لك اربطهم يا شريف، اربطهم واكتب كتابهم، قلت لي ليروق عزه. ايه انا عم شوفت عينك بحاكي ما بيرد علي، ساعة فرحان بشوفتنا وساعة حزنان على امه. اسكت اسكت، باينة مثل عين الشمس. شو هاي اللي باينة مثل عين الشمس؟ انت ما عم بتفكر وتركض الا ورا المشاريع والسوق السوداء. طنشت عن جهازي وعن عرس بنتي، ما عم بتفكر الا بالشنتاي. ايه ما بتطولي بالك علي شوي، بكرة بنفتح الشنتاية وبنتبحبح. بدي تكتب كتابهم بكرة. ما في حدا. تأكدت لك أبي؟ ما سمعت أي صوت. اطلع اطلع ركاب اطلع. أنا مالي خايفة إلا يكون أبو محمود مخبية عنده بالمشروع. أبو محمود ما بيكذب. ايه. زين تفوش. بعرف عدفش أنا، ما قدرت فشها لحالي. لك بدي نزله كلها نارة صغيرة. لوين هلا؟ لبيت عطديك. الحل الصحيح هو انك تواجهي الموقف مو تهربي منه، يعني لازم تشوفي عزه وتحكي له رأيك بكل صراحة. الهروب ابدا ما نو حل. ما بقدر يا معلمتي. انت جربي وبعدين قولي ما قدرت. حاولي يا مريم، انا متأكدة من نجاحك. كيف شلت؟ لا تفكري بالفشل، فكري انك تقنعيه تفهميه، بجوز ما يقعد يفكر فيكي ابدا. شو يلا هي سالم رح يوصلك. علمتي. اسمعي كلامي ولا عاد تخليني اسمع عن هيك طلعات ابدا. سالم. نعم. البست مشان توصل مريم. انا جاهز. يلا فهمتي؟ يلا بي يلا يلا يلا. يا ابي انا ما بعرف هالجماعة. قولك يا ابني يا ياسين الله يرضى عليك، ما بتحقق الشغلة، روح دق الباب. يلا يلا يلا. مين؟ انا ياسين. مساء الخير خالتي. مساء النور. خير؟ شوفي عطا هون. عطا راح على العسكرية. راح على العسكرية؟ ايه راح. اكيد؟ ايه اكيد راح على العسكرية. امتى هالحكي؟ ابوه اخده راح يسلمه بايده. طيب شكرا خالتي، لا تواخذينا الله يخليك. مع السلامة. يا ابي ما لقيته، راح على العسكرية. شو هالحكي؟ يا اخي وين بدها تروح البنت؟ ايش هون شقت الارض وبلعتها؟ خالي شراب قوي. اسلموا ابو السعود يسلموا. عود خالي عود. خالي ما قلت لي وين ابوك؟ لك ما قلت لك راح مع امي يدور على مريم؟ لك ايه مزبوط قلت لي بس نسيت. انا خالي ابو السعود لسات ابوك بالبلدية عم يشتغل؟ ترك من شهرين وهلا عم يشتغل عند
طحان ابو جراب. ايه عند ابو جراب. شلون ابو جراب ظريف ما هي؟ علي لك شبك هلا كنت بعقلك شو في خالي؟ صحيح راح تشتري ترين هامه؟ ترين ولك مين قالك بدي اشتري ترين هامه؟ جدي حكى لنا والترين بالغرفه الثانيه. لا خلص تكرم عيونك، احلى ترين هامه وترين الزبداني وترين خالي طيارة الكونكورد كمان ما قالكم بدي اشتريها؟ قالكم ولا لا؟ تعرف هاي طيارة الكونكورد؟ اسا طيار اكبر من ترين. مريم جدي عم يدور عليكي. اروح قول لجدك انه انا هون. قال عم تسأل عني. انتي مريم؟ ايه انا. لك كبراني تركتك صغيرة. ايه وكبرت. ايه وانا كبرت كمان مالك ملاحظة معي. ايه شو بعمل لك اذا كبرت؟ طيب عادي عادي. ما بدي. تعرفي كنت متأكد انك رح تجي لتسلمي علي. يمكن خزن عين شو متأكد. يعني اذا بتغيب لك سنتين بتشوف حالك يعني؟ لا بس ما كنت متصور انك رح تجي بهالعدائية هي وانا ماني عامل لك شيء. هلا اسمع انا هون لا مشان شوفك ولا مشان هنيك. ايه بس ها عم تشوفيني وما ضل غير تهنيني وتقولي لي الحمد لله على سلامتك يا عز افندي. لمنين اجتك الافندية بالله؟ ايه من عند الله. يعني إذا صار بجيبتك شوية مصاري صرت أفندي؟ لا لا شوفي كل واحد معه مصاري أفندي وخاصة إذا معه مثلي عملة صعبة. هلأ اسمع لا تلت وتعجين. أنا هون مشان قلك إني بكرهك وما بحبك ولا بطيق الأرض اللي بتمشي عليها. فهمت؟ وليش بتكرهيني ها؟ أنا ما بكرهك أخي. بكرهك ما بطيقك والحكي اللي عم تسمعه من أمي كله كذب. أنا بحب عطا وما رح أتركه. فهمت؟ اسمعي مريم اسمعي أنا ما عندي مانع تحبي اللي بدك يا يعني حبيني حبي عطا حبي أبو عطا. أنا ما عندي مانع حتى لو بتكرهيني اصطفلي. بس بدي أقول لك شغلة صغيرة. انت لساتك بنت صغيره وما بتعرفي الحب ابدا. ايه انا عزه اضرب واطرح وما خليت عرب واجانب وامريكان وفرنساويين واشتغلت معهم ولهلا ما عرفت الحب. ايه ولا رح تعرفه لانك ما بتفهم. ايه فهميني. لك انت يا واحد ملعون عم تحكي هيك مشان اقعد وتاخذ وتعطي معي وانا ما بطيقك وما رح اقعد. ايه بتحبي تروحي الله معك. بس بدي لك الحكي معك حلو وخاصة اذا بتحكي لي عن حالك وبحكي لك عن حالي. عادي ايه ها شفتي ما احلاكي هيك؟ هلا قولي اللي بدك يا من عزه انا جاهز. بدي تبعد عني. ليش انا قربت منك لحتى بعيد؟ عزه ابوك وامي متفقين يجوزوني اياك. بعرف وأنا رافضة وبديك تساعدني. إيه أنا حابب ساعدك بس كيف؟ إيه قول ما بدي مريم بس. جدي اطلع لعندهم قول له شو صار معكم. لا جدي لا لا انت لا تقول شيء لا تحكي شيء بنوب. فهمت؟ ضل ساكت. ساعدوه. اسمع
بتروح انت وخالك ياسين. ياسين الله يرضى عليك يا بي، بتروح انت وساعده، بتستعيروا لنا جرار بيت ابو خطاب، وبتجيب لي سياره مقطوعه تحت الجسر مسيك وبتحرك. يا بي بسمح لي احكي كلمتين؟ يا بي جيب السياره واحكي قد ما بدك. يا بي انا ما عم بقدر ادرس بهيك ظروف، يعني بدل ما تساعدوني وتوفروا لي الجو المناسب للدراسة، مرة بتشغلوني بمريم ومرة بعزه ومرة بالتصليح ومرة بالتركتور. معقول يا بي؟ معقولة يا سي؟ ظروف وجو مناسب يا بي؟ بتتمسخر علي؟ لا ما عم بتمسخر عليك، بس صرنا عم نحلم برجعة أخوك 30 شهر. حضرتك ما بتعطل حالك معنا 3 ساعات بس؟ ولك ابني طول بالك علينا بس ليخلص أخوك من التفاهم مع مريم خانم. يا بي أنت عم تحلم وأخي وأختي عم يحلم وكلكم عم تحلموا، أنا ما عم بحلم إلا بالدراسة. تركوني أدرس يا بي، تركوني، بعدوني عن أحلامكم وحاجة تعطلوني. عم نحلم؟ أي عم تحلموا وأحلامكم فاضية. أحلامنا فاضية؟ يا بي ياسين احنا فعلا كنا عم نحلم، بس هلأ برجعت أخوك عزو اتحقق حلمنا. بس انت أحلامك الفاضية، انت اللي عم تحلم بالدراسة، يعني الحلال هالدراسة اللي عم تدرسها ما رح تشتري لك بنطرون ولا بتعمر لك إنجاج تسكن فيه، بسيك جيب السيارة من تحت الجسر. نعمة نعم شوفي لي. أنا طالع شوف شو صار معهم. يلا يا خالتي ياسين، يا خالتي ياسين الله يرضى عليك، روح جيب السيارة ولا تعلقنا بلسان أبوك. يا خالتي نعم الدراسة بتساوي لي كتير، على الأقل أهم من البخور والعلكة وأواعي البالي والمصاري اللي عم تحكوا عنها ولحد هلأ ما شفتوها. ضلكن عم تحلموا، ضلكن. معلش لك أمي معلش. يلا الله يرضى عليك روح جيب السيارة. يلا يلا. حاضر حاضر. شرف سعدوك. شرف. تكرمي اللي بدك يا رح يصير، بس لا تزعلي أبدا. أهلين يا بي. أهلين يا بي، الله يسعدكم ويوفقكم. يا بي عزو. نعم. يا بي وين المصاري؟ بالشنطة البنية يا بي. والشنطة البنية وينها؟ ليش يا بي؟ يا بي أخوك طالب البكالوريا عم يتمسخر علينا ويقول أحلامنا فاضية. لا تصدق يا بي غيران مني. يا بي أنا بدي ورجي هالغيران ورجي كل أهل الضيعة إنه أحلامنا مو فاضية بنوب. والمعنى يا بي؟ بدي شنطتي. يا بي اسمع يا بي، عملتنا صعبة وتصريف أصعب بكتير، وياسين ما بيتاخد بكلامه. بعدين يا بي قلي أنت إلك ثقة فيه ولا ما إلك؟ عزو أنت بتعرف ما بعرف شي، إلك ولا ما إلك؟ أنا لو ما لي ثقة فيك ما كنت حفظت مكاتيبك كلمة كلمة مثل ما بيحفظ التلميذ دروسه. لو ما لي ثقة فيك ما كنت حفظت كلام مكاتيبك وحفرته بقلبي وخبيته في صدري. وعم تسألني إلي ثقة ولا ما لي ثقة؟ يا عيني عليك يا عيني عليك. بكرة يا بي بس تعمر المشاريع رح تنبسط كتير ورح تشوف حسابنا كيف رح يطقوا. يا بي هلأ خلينا بمشكلة العروس، كانت هربانة وما بتدياني وهلأ الله هداها. إيه ما في مشكلة يا بي ما في مشكلة. عمي هلأ منقرأ فاتحتكم. لا مريم بعد عني. يا بي يا بي معلش خليني اسمع انا وياها بكلمتين بس اترك لنا حالنا. رضيها يا بي رضيها. ماشي ماشي بأمرك يا بي بأمرك. مريم وين اتفاقنا؟ نحن ما اتفقنا على شيء. انت واحد كذاب. مريم مريم اسمعي اسمعي علي افهمي علي لحظة بس. طالما انت بتحبي واحد تاني وما بدك ياني خلص انت قولي انا موافقة على عزو، بس عزو ما بده ياني وساعتها هني رح يجوا لعندي وانا رح اقول لا. مو بس هيك كمان رح روح لعند عطا وساعده. ساعد عطا؟ طبعا رح ساعد عطا. شلون؟ خلص انا اللي رح اقول لا. لا
مريم مريم ساعديني لحتى ساعدك. مريم انا بورطه كبيره وما حدا بيقدر ينقذني غيرك انت. مريم ساعديني الله يخليك، خلينا نساعد بعضنا. ماشي خلاص، انت بتتخلصي مني وانا بتخلص منك. ماشي مريم خلاص رح تتخلصي مني للنهايه. ماشي ماشي ماشي. يا جماعه تعالوا قروا فاتحتي. ابو العز وليك زرقتي. صباح الخير شريفين. صباح النور. اكبها بقى وركب لك مرسيدس. ربك كريم، كلها يومين ثلاثة جمعة على كتير. هل استيقظ عزو افندي؟ طلع حط لي رجلك على دعسة الفرام. مين انا؟ ايه انت. قولك على الفرام حط رجلك، ما بقى تعرف الفرام وينه؟ ساعدو. نعم جدو. طلع شوف اذا خالك عزو صحي، قل له انزل حليق دقنك الشحرور هون ناطرك. ايه برجلك دخلك؟ حكيت لي موضوع السفر مع عزو افندي يا شريف بيك. هالموضوع هاد انا ما عم بتدخل فيه، بس سمعتهم عم يقولوا انه اللي بده يسافر لازم يسجل اسمه ومهنته مع اسعد. اسعد هو مسؤول السفر. ايه بس انا طمعان من معاملة خاصة واهتمام خاص. إذا الموضوع هيك صار شغلة فيها حكي، بدك تمد إيدك على جيبتك. شو المعنى؟ المعنى واضح، يعني اللي بده يسافر بده يدفع، والسفرة عم تكلف لها شي 40,000 ليرة، بس أنا بحكي لك عزو على اعتبارك حلاق العائلة بخليه ياخد 30 بس. شو هالحكي شريف بيك؟ ولك شبك ارتبط لسانك وصفر لونك وبدك تسافر، اللي بده ياكل بده يطعمي. يعني انا لما سافر عزو بعت له اللي فوقي واللي تحتي وارتهنت. سفر ببلاش لك عمي ما في. بتدفع بتسافر، ما بتدفع بتضل احوالك الماديه والمعنويه نايمه مو مايله مثل ما عم تقول. جدي فين خالي؟ لك بالاوضه الصغيره. ما في حدا لعبك بينا بلعبه صغيره. شو هالحكي؟ تعا شوف. لك مين خطفه عند الصباح؟ طلع جدي طلع، طلع ندور عليك. صباح الخير ست غفران. صباح النور سيد عزو.
لا بس بدي اسألك سؤال واحد. معقولة في خطيبة بهالكون بتهرب من خطيبة؟ في واحدة مثل مريم بتهرب. ايه بس تهرب من خطيب مثلي انا؟ ظاهر ما في تفاهم. لا من جهتي في تفاهم. بس التفاهم عادة يا سيد عزو بيكون متبادل، يعني من الجهتين. على كل حال كل شيء بده وقت وهدوء. بس انا مستعجل كتير ست غفران. على كل ممكن نشوف خطيبتي هلا؟ لا طبعا ما ممكن، لانه هون مكان عمل. بدك تشوفها بتقدر تشوفها بالبيت. تفضل. وينك يا اخي؟ صباح الخير ست غفران. اهلا بدنا الدنيا عليك. اهلين ابو العز. اهلين وسهلين. اهلين. كنت عم شوف الاراضي اللي رح نشتريها، وبفرد وقت قلت بمر بشوف خطيبتي هون. بس يا بي شايف النظام هون شديد شوي. مو مشكله بشوف الخطيبه بالبيت هلا. ايه شغل بالنا عليك، الفطور جاهز والحلاق عم يستناك، وفي ثلاث اربع الهم مصالح معك. بالاذن ست غفران. يلا بي يلا. مع السلامه. أهلين في تعليمات جديدة ست غفران؟ يعني إذا مشي مديرنا بتتغير التعليمات؟ مين مديرنا؟ مين رح يكون يعني؟ شي واحد. على كل حال حول خط الهاتف لمكتبي وسكر غرفة المدير بالمفتاح لبين ما الله يفرجها. نعيمة للزبيك. ها؟ الله ينعم عليك نعيما عزو. الله ينعم عليك نعيما عزو أفندي. شكرا شكرا نعيما يا بي. الله ينعم عليك يا بي. هيا احنا ضفلك الصباط. روح الله يرضى عليك. روح روح امي روح. روح بضاي عزو بيك. نعم. رح اخذ لك الشعرات شوي يعني من ولدك فيه. لا دخيلك دخيلك ودخيل حلاقتك. حلاقت هوني غير حلاقت هون. هلا بتنزع اليوم. طمن بالك ولا اقول لك فكري. طيب هلا بتشوف شوي شوي بس. تكرم عينك. اعطونا الملح. ملح ابي ملح. ملح 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 عوام ملح ابي ملح. لا تنسوا الفلفل والبهارات على السريع. فلفل وبهارات يا ابي. اصعد ها مطلب فحل بصل وسكين. ها قوم البصل وبصل قوم عوام. يلا بسرعة. تعي ابي تعي. بهارات. اعطينا كاسة زهورات هندية. زهورات هندية. ايه لك بنتي ايه من العلبة الصفراء اللي جابها معه. زهورات هندية. ايه اكسر لك يا عزو. لا خلص خليه عندك. حرور على مهلك الشعر. روي روي يا ابي. شو يا بي؟ شو رأيك يكون العرس والدخلة وكتب الكتاب بنفس الليلة؟ خلينا نشتغل بالمشاريع بالأول لاحقين على جواز. لا يا بي لا، أجل لي هلا المشاريع لبعد الجواز. يا بي توفيق بيك الأسطل جايب لك أسعار ممتازة. يا بي يا بي هلا ما بدي مصاريف بنوب. ليش حبيبي؟ في دوريات كتيرة على السوق السوداء. بس لك ابني يعني لازمنا مصاري مشان العرس، تلبيسة وجهاز والذي منه. وانت بتعرف يعني انا واخواتك ما معنا اللي بترن. والجراج مسكر. غلط، اكبر غلط بالعالم تسكيرة الكراج. بكرة لازم تفتحوا الكراج. اسعد ها. بكرة بتروح على شغلك بالمطحنة فهمان ولا لا؟ ما بدي هالقعدة بنوبة. ايه ايه برجع بروح بكرة. لك انت دغري. ايه. حاضر يا بي حاضر. نفتح الكراج. بس منين بدنا ندبر مصاريف العرس؟ يا بي دبروا حالكم دبروا حالكم. هلا طولوا بالكم شوي بس. يا ابو سعود اسعد سعدو. خلي لك قد صار نظيف. يا عيني عليك يا عيني عليك. لك مين طالع ذكي انت؟ شوفي مريوم انا اليوم ما راح اروح معك لانه عندي رحلة عن بيت خالتي. ايه لكن طريقك من طريقي بنروح سوا. ايه ماشي الحال. يلا بكره الافطار عليكي مريوم. خلاص ايه. يلا باي. عندي حكي. خبي لحالك. ما بقدر شغلتيني والليل ما عم بقدر نامه. سد بوسك وسكوتها. لا تقسي على نمر قلبه رقيق وملوع. ولك عم اقول لك اسكت احسن ما اسوي لك فضيحه توديك على سجنها. قلبك ما بيطوعك. قلب الحلوه ضعيف وحنين. لا ما بقلبك شو قليل ادب. ليش؟ لاني بحبك وبتمنى اشوفك كل يوم واحكي معك. بتحبني؟ ايه اصلا انت ما عم تتركي لي فرصه حتى احكي لك عن مواصفاتي. انا من لما شفتك تعلقت فيكي. بالله شو مواصفاتك غير انك قليل ادب ولسانك طويل؟ لا تغلطي، مواصفاتي غير مواصفات الديك. شو بديك؟ انتيكا ومو خرجك مثله مثل عزو. صرعتونا بعزو حتى شفناه لا عز ولا
بعدين حرام تنخض لهيك واحد اهبل وخام. يعني عطى انتيكا وعزه اهبل. ايه وانت؟ انا بحبك ويا ريت ترافقيني على الوادي مشان نحكي لنا شوي، حلو كثير الحكي على الوديان. لا على الجسر هنيك احسن، ما في حدا. ايه موافق. ايه امشي يلا. امشي قدامي نمر. مريم مريم يا مريم ما بحبك، بنصلي على النبي مريم يا الله. مريم صلي على النبي مريم. تعال تعال هي هات لك لك عيب عليك يا مريم. تعال فرجيك الناس يا ماما. بتحبني؟ بتحبني؟ مرحبا ام سعود. ناقصني. شلونك ام سعود؟ اهلين. وين وسعان؟ راح يجيب لي حليب. في شيء؟ لا ما في شيء. سلامتك. سعداء؟ ايه. لساتها نمرت رجلك 150 ولا زغريط؟ لك لا شو 150، 35 اشوف. 35؟ ايه. اصبع خدي هاي الكندره اليك. روح الله يقويك. سكي. الله يرزقك يا رب. وهي صبات لاسعد. يسلموا هالايدين يا رب. بلبسني اياها بس بالمناسبات. ها ايه لكن. وهي بنطلون لاسعد. روح الله يعليك. وهي فستان لأم السعود. يا الله ينصرك. وهي بدلة لسعده. يسلموا هالإيدين. وهي راديو كمان لأسعد. بدك أحسن من هيك؟ لا يسلموا هالإيدين. عزو؟ نعم. بس هي العملة الصعبة ما شفناها وينا. هي علينا لسه لاحقيني بالعملة الصعبة. شو ناويين تودوني على السجن لسعده؟ بعيد الشر لا سمح الله. لا خلص لا عاد جيبوا لي سيرة العملة الصعبة بنوب. ها لا روح. شوفي. الله يرزقك. الله يديم هالفرحة علينا يا رب. شوفي سعداء 360 محطة. لا أما هي وين راحوا؟ شو وين راحوا؟ ليش هن بيروحوا لحالهم؟ في غير هالمقصوفة الرقبة؟ لا ما هي مش هي غلط غلط. اترك لي اياها بمحله. ماما. ايه وينك؟ ليكني هون بوطيك. يا هادي يا دليل يا هادي يا بعدي من وش بخيقني هي. هلا عرفت على شو عم تدوري. لمين ناوي تعطيهم؟ قصدك المصاري؟ طبعا في عنا غير هالكم ألف ليرة. إيه لا لا عم دور على شي تاني. إيه ما في ولا شي تاني بينقلب فيه البيت هالقلبة غير المصاري. ولا خلصنا بقى ضبي. مين صاحب الحظ؟ قليلي أكيد بعرفه. لك أنت ما عم تفهمي؟ لك أمي قلت لك ما عم دور على المصاري. ما عم دور على المصاري يا ماما. احكي بين الأم وبنتها ما في أسرار. لك يا أمي لا أسرار ولا بطيخ. يا أمة الله يا ناس يا هو أنا ما عم دور. طيب ورجيني المصاري. وين راس مالنا؟ ورجيني ياهم. طيب ضيعته. انبسطت يا ست مريم؟ ضيعته. ماما شو؟ شو بدي أقول؟ إذا بدك المصاري يعني قولي لي أنا بقول لك وينه. شو ست مريم؟ شو أمي؟ ما بقى إلا بوس إيدك. وين المصاري تقبريني؟ لمين؟ أبو العز طالبهم دين لبين ما ابنه يصرف العملة الصعبة. جايبة راتبي معي، شو رأيك نبينه يا كمان؟ جبتيها لك أمي. إذا احتاج ولا قلك ما بظن. لا أم بلا رح يحتاج أكيد. صار لكم شهور ودهور عم تنفخوا بأبو العز وأبنه. بكرة العز وبكرة الذهب. المشاريع رح تنطح السما والمزارع رح تشبع البلد. هي والكاديلاك. أتاري الكاديلاك سيارة وأنا مودر يعني. لك مريم
لك ايش بها مريم؟ إيه عم توفر من لقمتها وراتبها للدين ابو العز، مو منيح كمان؟ لك يا امي عيب عليكي، ابو العز صار عمك ومن واجبك انه تستري عليه؟ واجبي؟ لك والله ما عم بفهم، شلون في واحد بيتدين مصاري حريم وابنه لسه راجع من السفر؟ طيب مو عم تقولوا العملة الصعبة؟ والحالة تيسرت؟ ايه. طب وين العملة الصعبة؟ وين المشاريع والهدايا؟ وين الفشخرة اللي كانت عاميتهم؟ وينها؟ صوف لك استرينا استرينا، خلاص استرينا. انتي هديتك محفوظة وذهبي الفاتورة من مصارينا طبعا. مصارينا؟ ايه بكرة ليغطيكي تغطاية بالعملة الصعبة. لك ابو العز قال لي انه التجار والمتعهدين عم بيناموا ويقوموا على اسمه، راقدين بس ليشغلهم بمشروع ولو كان صغير. لا تحكي قدام حدا سر هذا امي. اسعد اسعد خليك معي هلا مثل ما اتفقنا. أيه؟ فهمان علي؟ ما بدي حدا يعرف الموضوع ابنه، لا اختي ولا ابي ولا اخي، فهمان اسعد؟ عم تفهم؟ طبعا طبعا، ولا يهمك انت امور واسعد للتنفيذ جاهز. يا عيني عليك، تعال اقول لك. تعال تعال اسعد تعال. طفي لي هالراديو بقى. لا لا لحظه اسمع، اول شغله بتعمل لي اياها بتكمش لي ورقه وقلم. لحظه لك مو هلا، تعال هون بعد العرس. اي طيب ماشي. أي. بتسجل لي اسم كل واحد بده يسافر وعمره ومهنته. سجلت بس بدون العمر. لا بدك تحط اول شيء العمر والمهنه والاسم، وثاني شيء وهو الاهم الرعبون. يعني لقرب لك اياها، ابو جراب بده يسافر ماشي. أي. بناولنا رعبون، ما في رعبون ان شاء الله عمره ما يسافر، ما في سفر، فهمان؟ ايه طبعا طبعا، ما انا ابو الفهم ولو، بس قديش الرعبون؟ اسمع يعني شوف انت، شوف حالة الناس اللي بدها تسافر، شو حالة تاخذ منها رعبون؟ حالتهم زفت مثل حالتنا يا عزو. ايه اذا زفت 20,000 اخي، واذا اكثر من زفت 40,000، شوف انت وشطارتك ابو سعود. ايه بس هي كل تكاليف السفرة؟ التكاليف تركها علي، لأنه الأسعار عم تطلع وتنزل، المهم الناس بدها تسافر مشان تحقق أحلامها وترجع بمصاري كتير، ما هيك أبو السعود؟ إيه بس خايف يسألوني يا ابن حماي، بتعرف حالتهم زفت ومكركبين وجوعانين، وإذا طلبنا من الواحد 20 أو 40,000 بجوز يتكركب أكتر وما يدفع شيها. لا يا أسعد هلأ هيك بدنا نشتغل؟ اسمع بدي شطارتك، ها بدي همتك. لك اسمع هدول الناس اللي بدهم يسافروا، يعني هلأ شو إذا حطوا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40، شو قدام الخيرات اللي رح يرجعوا فيها أبو السعود؟ لك حكي لهم عن السفر، احكي لهم عن الطيارات اللي رح تطير فيهم، المطارات اللي رح يجوا عليها، الفيلات اللي رح يسكنوا فيها، احكي لهم احكي لهم عن السيارات. لك السيارات الكدي، لك كل سيارة أبدي عطنا أبو السعود. احكي لهم ايه، خليهم يحلموا أبو السعود، هيك بدي اياك، قل لهم يحلموا. ايه وتسع ضيعة؟ لك ايه كل سيارة أبو الضيعة. حلو ماشي. بعد العرس نشوف شو رح يصير. ايه بس عمي بيعرف بقصة التسجيل الأسماء هيها؟ لا أخي قل له خزقنا القائمة وما عاد في أسماء. ايه ماشي ماشي قل له. ايه لك شو عم تعمل، عم تشده ولا عم تحله؟ لك أخ منك أخ منك يا سعد، وانت والمصلحة قرفتوني عيشتي. مرحبا عني أبو العز. أهلا أهلا نمر أفندي. يعطيك العافية. هلي الله عافيك، شلونك محمود على علمك؟ عايش على السهل السعلي. الله 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 يجيرك. تعرف ابو محمود درويش وانا ناوي شغله ناطور لهالمجني، وانا لا انت شغلي تاني. الله يديمك عمي ابو العز. ولك انت شغله كبيره كتير. اسمعي يا نمر، انت بتعرف تسوق تراكس؟ جربني وإذا ما عجبتك قلعني. العفو، أنا واثق إنك أنت معلم وقبضاي وجدع. أنا لحالي بدك تسكر الكراج. قول إن شاء الله. إن شاء الله. ها وهي عزو. مرحبا يا أحلى ميكانيكي بهالضيعة أبو العز. أهلين يا أبي، الله يرضى عليك ووفقك يا رب. مرحبا سعدوه. يا خالي ابني عزو اللي حكيت لك عنه. تشرفنا عزو فندي. نمر النمر. اهلا اهلا عزو الحلو. ميت اهلين، الوالد حكى لي عنك كثير، كان عم يستناك على نار. اهلا اهلا، شايفك انا
لا مستحيل. ما بيصير يا أخي، شايفه يا بي هذا هو الشاب اللي حكيت لك عنه. أيوة نمر النمر. أيوة جدو ضب العدي خلصني. يلا بسعود ضب بسعود. أخي نمر أنت ما سافرت على الخليج؟ لا. عدو السريح وشو بكون واقفين؟ لا معلش يا بي تأخرنا عنا شغل بتعرف أنت. معلوم يا بي معلوم، الخطيبة ما بيمزح معها أبدا. نمر أنا عازمك الليلة على حفلة كتب كتاب ابني عزو. ألف مبروك أبو العز. ألف مبروك عزو أفندي. الله يبارك فيك، بدي أقول لك على إقبالك بس خايف تكون متجوز. لا والله لساتني عزابي. يلا جدو يلا ضب الدكان والحانة رايحنا وخلاص. لا معلش يا بي أنا غيرت رأيي، روح على البيت سبقني، اتحمم وكل ولبس ثيابك ومر بطريقك على الشيخ نظمي مشان كتب الكتاب وما بتلاقيني الا صرت عندك يا بي. ايه مو على عيني يا بي. جدو بتضب الدكان وتجي انت وخالك. ايه يا بي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله معك ابو العز. لاحق ابو العز. انا نمر تعرف انك دخلت قلبي من وقت ما شفتك. هذا ملصك عزو فندي. الله يخليك. ووقت اللي حكالي الوالد عن خبرتك بالميكانيك والحدادة فكرت، والتركسات والدوزرات لا تنسى. حلو حلو. لذلك فكرت ساعدك، منه بتزيد خبرتك ومنه بتجمع لك قرشين حلوين. انا مستعد شارك باي مشروع من مشاريعكم. اني مشاريع؟ لا هلا مواضيع المشاريع عجلناها معلش. بس انا حابب ساعدك بموضوع السفر. يعني انت مالك حابب تسافر على الخليج؟ ايه والله حابب بس مو هلا. ليش؟ هلا قدامك فرصه من ذهب، وبالنسبه للسعر لا يكلك فكري. طيب قديش السعر؟ اخي انا راح ساعدك. مبدئيا حط رعبون. والرعبون 20,000 والسفر بعد شهر. تركني أفكر. ما بيصير تفكر، ما بيصير، هاي فرصة ذهبية. بهاليومين برد لك خبر. لازم تستعجل، هاي فرصة لتحقق كل مشاريعك. ماشي نمر؟ ماشي ما ماشي ماشي. سعدو سعدو ضبيت خالي؟ ايه. يلا تعال نزل. يلا يلا تفضل. Thank you.
الله يبارك فيكم يا رب. بكير اخي بكير. على كل نشوفك وقت ثاني مشان موضوع الفلوس ما بتعرف. الفلوس ولا يهمها، اليوم بتقبضهم بالعمل الصعب. حضروا ارتاحوا بس وقت ثاني ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك. الليله ما بيطلع الصبح الا ومصاريفكم بجيبكم باذن الله. اهلين وسهلين. اهلين ان شاء الله بنرفدكم بالافراح. الله يبارك فيكم. على السلامه. شرفتوا. يا بي ليش ما بتصدق؟ قلبت البيت فوقاني تحتاني. يا بي انا بدور بالصغيرة وانت بالكبيرة. هاي دورت فيها، اصلا هاي فاضية. مزبوط فاضية. خلينا ندور بأوضة عزو. كمان هي دورت فيها، ما خليت محل بهالأوضة ما دورت فيها. ولك ابني نظرين أحسن من نظر. ما في شيء. ما قلت لك يا ابي ما في شيء. أكيد انسرقت. لا لا يمكن تكون انسرقت. الشنتاية ما طلعت برات البيت. وين بالبيت يا بي؟ قلبنا البيت فوقاني تحتاني. وين بالبيت؟ ما بعرف. أخوك هو اللي مخبيها. أنا احترت معك ومع أخي يا بي. احترت معك ومع أخي. شلون مع أخي؟ وهو عطاك إياها وقال لك خبيها. يا بي أول مرة عطاني إياها مشان خبيها. إيه؟ خبيتها بين الطراريح. رجع أخذها من بين الطراريح حطها بالصندوق. حلو. ثاني يوم أنا أخذتها من الصندوق حطيتها بدرج الخزانة وقفلت عليها. رجع كسر درج الخزانة وأخذها. سألته قلت له عزو وين الشنتاي؟ قال لي يا بي بين الطراريح. قلبت الطراريح والبسط والمخدات ما لقيت شيء. زين وين كان حاططها؟ وين؟ بقفل خزانة. امشي معي امشي. تركني هون يا بي. يا بي امشي نشوف الشنتاي. يا بي تركني هون تعبان وجوعان وآكل هوا. ولك تضرب الشنتاي والساعة اللي شفنا فيها شنتاي. امشي معي خلصني. يا بي عفيني من روحة معلش. يعني ما بدك تروح معي؟ بدي أقعد لحالي شوي. كلكم بدكم تتركوني وحدي؟ شحرور سمع شباب سمع
شحرور؟ نعم. مطلوب على راسه. انا؟ بين كل الحاضرين مريت راسي اللي انا. يلا يلا. شحرور. شحرور من عدو يا نعم. والله انا كان كرمال عزو افندي راح ارقص. ابو حبيب؟ ايوه. شغلها. قدام العالم هلا حلوه. شو اللي بدك اياه؟ شنتاي. شو بها الشنتاي؟ وينها؟ جابي هلا شيلنا من موضوع الشنتاي. جابي ما حاشيلك موضوع الشنتاي، بدي اشوف الشنتاي هلا هلا. جابي خففي صوتك الله يخليك، عملتنا صعبه ومثل ما انك شايف الحساد والمخبرين كتار. جابي لا صعبه ولا سهله، بدي شوف الشنتاي. ولك قربت البيت انا واخوه فوقاني تحتاني مرقت شيء. انتوا ما عرفتوا تدوروا يا بي. تفضل ورجيني شطارتك يا بي. يا بي ان شاء الله اجلني هلا موضوع الشنتاي لبكره والصباح رباح. لا الشنتاي هلا بدي اشوفها، وبدي اشوف شو فيها كمان. كمان شو فيها؟ ايه يا بي ما بكفي، هي العروس ابنت بلا جهاز صح ولا لا؟ وهي مفكت دقيقتك، شو بدك اكثر من هيك؟ عزه يضرب عزه وشنتاي تعزه. شو اللي صاير لك يا بي؟ خليني بس خليني اتهنى انا وعروسي. عروستك ما راح تهرب، امشي يلا معي. جابي طيب ماشي ماشي بنمشي، روح سبقني على البيت وانا لاحقك. لا رجلي على رجلك. هلا ما عاد في ثقه بين الاهل. لا ما في ثقه. لا لك عزو انت عريس، شو عم تعمل هون؟ ترك الناس والضيوف والمعازيم. يلا ما في شيء يا ابو سعود، ما في شيء حبيبي، روح انت روح لعند العالم روح. لا في 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 الافندي مخبي الشنتاي وما بده يورجينا شو فيها. لك قربت البيت فوقاني تحتاني بنيت الشنطه. قولي علامتي انسرقت. ما انسرقت ما انسرقت. شو انا لك؟ الشنطة ما طلعت برات البيت. بس طولوا بالكم، شو صلكم يا عمي؟ طولوا بالكم، بكره بنفتح الشنطاية وبتشوفوا العملة الصعبة ومنشم ريحتها ونتهنى فيها. لك عزة شو تشم ريحتها؟ قبل ما تشم ريحتها ادفع ديون اللي عليك لتوفيق وكسر افندي. ديون علي انا؟ ايه ديونك يا بي ديونك. الو شغلة جديدة، هي شغلة الديون هاي منين طلعتوا فيها هاي؟ ايه لك عزو لك شلون جديدة؟ هلا ما بتعرف انه عليك ديون من لما سافرت؟ يا بي نسيت امات الطربيش اللي فتحت ايدك مثل المدراية وقبضتن وقت سافرت؟ نسيت الفوايد اللي اندفعت ولسه عم تندفع لتوفيق بيك وكاسر بيك؟ نسيت والله نسيت نسيت. لا تنسى يا بي دخيلك، لا تنسى يا بي يا بي. بوس بدك هات لي هات لي بوس بدك هات لي. روحوا عدوا مع العالم، روحوا عدوا مع العالم، عيب عيب بهدلتونا قدام العالم، روحوا عدوا. وين بدك تروح معي؟ هلا هلا خلص روحوا عدوا هلا رايح رايح، روحوا عدوا بس قدام. تعي نعمل تعي يلا ست نعمل، روحي لعند العالم. يلا عمي وين المصاري؟ انه مصاري؟ لك المصاري من عالم تبع الرعابين تبع السفر وينها؟ ولا قرش، بس الليستة صار عليها خيرات ربك. لك شو بدي بالليستة؟ بدي مصاري لك أسعاد. إما عم يدفعوا وخصوصا لما عم يسمعوا إنه تكاليف السفر 40,000. طيب نزلها للعشرين، خلص 20,000 ولم لي 5,5 والباقي بعد السفر بيندفع. هيك معقول، عنا 70 اسم. لا عنا 80 اسم. 80 اسم ماشي ماشي، 80 اسم. اسمع اسمع، أنا بدي أروح شوي بس شوي صغيرة لهيلي عما بس دقيقتين، تسهيلي يا لبين ما أرجع ماشي؟ إيه بس بدي أقول له إيه إيه إيه.
وين عزو؟ راح ياخذ على ايده مي. لك شو انت بسطون بسطون نعمة. خليكي مع عزو، انا رايح اشوف عزو. شو وين راح عزو؟ راح ياخذ على ايده. معناتها قربوا يكتشفوها، لازم اخفيها. بعمركم ما عاد تحلموا فيها. أهلين ياسين، أهلين. ليش مانك بالعرس حبيبي؟ برافو عليك، فكرنا انسرقت. فكرت أم شو انسرقت ما انسرقت؟ لأنه قلبنا الدنيا عليها وما لقيناها. ماشي ياسين، ياسين تعال تعال تع. كلمة بس كلمة، تعال تعال تع. الله يخليك تعال شوي. ياسين ياسين اسمعي اسمعني، أخوك بورطة كبيرة ما في أكبر من ورطة يا ياسين، ما حدا رح يساعدني غيرك أنت. اسمع بس هالشغلة ساعدني فيها، مين ما سألك عن الشنتاي الشنتاي انسرقت. الله يخليك ياسين. ماشي فاضية مو هيك؟ لا لا مو فاضية ياسين، مو فاضية، ما 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 بس اللي بقلبها ما بيشتروا لي بغل. شو بدك من البغلة؟ هلا ياسين مو ناقصني تمسخر علي أنت كمان. عزو افتحوا شنتاي يا بي. يا بي ما معلش غير وقت نفتح الشنطه. الله يرضى عليك تفتحها. يا باليوم عرس وفي فرح، هلا بدنا نفتح عمله صعبه وشنطاي والعالم برا. عزو افتح الشنطه يا مقلف. يا بي كل عمله صعبه الشنطه يا بي. اسكت الشنطه. لا لا اسكت ولا كلمه. لا تفتح يا بي، بوس ايدك، بوس ايدك يا بي. لا خلاص مخلخ خلاص. Thank you.
طيبك اللي حفظناها وخبيناها بقلوبنا. كتيبك يا عزو اللي كانت تجمعنا تفرحنا تحيينا. أخبارك عزو كتيبك كنا نشوفها قبل ما تصل، استناها باللحظة بالثانية، استنى الفرح تحقيق الحلم. مكاتيبك كانت كذب وهم يضيع عن الفرح يضيع عن الحلم. صدقناك صدقنا كذبك، صدقنا انه رح تبدلنا هالعيشة وتغير لنا هالحياة. يا ضيعانك يا عزو، يا خسارة كل لحظة انتظرناك فيها. يا بي يا بي لا تزعل، كل شي بتصلح بتصلح.